النهارده برضو في الصفحه الرسميه للنادي الاهلي على تويتر احتفلت الحقيقه بوليد سليمان وبسعد سمير وبرامي ربيعه ايضا لتتويجهم لرابع بطوله افريقيه. يعني في انديه كتيره جدا في مصر ما وصلتش حتى لبطوله واحده، يعني سيبك من الانديه لكن انت اربع بطولات افريقيه، اعتقد ده شيء رائع جدا. الحمد لله كابتن، وكان في كمان بطوله 17 و18 وصلنا فاينل، ما كانش فيه توفيق ان نحقق البطولتين دول، كان لكن الحمد لله يعني اربع بطولات افريقيا دي حاجه كويسه جدا. وزي ما قلت حضرتك يا كابتن ان طول ما احنا موجودين في النادي الاهلي ده يعني بنحاول نضيف لينا ونضيف للنادي، كل ده يعني زي يعني دايما بقول كلمه، اللي بيكون متواجد في النادي الاهلي وما بيستفادش بيبقى لعيب، يعني مش عايز اقول ان هو يعني ما بيفكرش صح. طول ما انت موجود في النادي الاهلي تعلم كل حاجه، ولازم تستفاد ان انت تقدر تضيف لنفسك بطولات وتحط نفسك في تاريخ من ضمن جزء من ضمن تاريخ النادي الاهلي. والحمد لله يعني زي ما قلت حضرتك ان اربع بطولات دي افريقيا دي حاجه كويسه ليا على المستوى الشخصي يعني.